من هذه المناظر وشديد الاعتزاز كذلك متأثر لما لمست وشاهدت آثار النكبة التي ملئنا بها منذ 17 سنة ومعتز ومتفائل لما لمسته من حماس وإرادة قوية فولاذية حديدية لاسترجاع الحق كاملا غير منقوص. ما دام الحماس موجود في الجنود والجيش ما انتصرش لابد الخلل من القيادة. ما فيش سبب ثاني، مش ممكن. فهذا الشيء اللي معطل القيادة يقول لك مش ممكن نتفاهم، ولا ممكن انسان زعيم عربي يجي يتكلم على حل منقوص او شيء وقتي او مفاهمة او كذا، لانك هتقوم في وجهه وترمى بالخيانة وبصنيعة الاستعمار وكذا، وقلت بلا بلاش اننا نستمر في المهاترات والمزايدات زي غيري وبلاش، بحيث يلزم الشعب نفسه ما يعطلش الخطة. سياسة الكل بلاش، فهي هي اللي وصلتنا لهذا الحال، لهالهزايم هذه، لأننا مش عاوزين نتفاهموا ونشوفوا الوضع والتغيرات والمعطيات الجديدة وما وصلت إليه اليهود هنا، والعرب وقوة العرب وقوتهم وجيشهم وتدريبهم. رفضنا الحل المنقوص كيف ما رفضوا، وكيف ما رفضوا العرب حصل معناها التقسيم او الهلال الكتاب الابيض او وبعدين يقعدوا ندمانين عليه، يا ليه كان تكون افضل من الحاله اللي احنا فيها. فانا عملت سياسه ثانيه، لو رفضت في عام 54 الحكم الذاتي باعتباره حل منقوص زي الحكم الذاتي، واحنا بلادنا وطردنا واجدادنا وحياتنا ومسلمين وعرب، فلبقيت تونس ليومنا هذا تحت الحكم المباشر الفرنساوي كمستعمرة فرنسوية تحكم من باريس. هذه النصيحة اللي أقولها لكم وكل العرب حتى تضعوها في الميزان مع العاطفة والحماس والشعر يلزم من جملة معطيات القضية هذه الكلام اللي قاله الراجل هذا المجرب اللي لا نشك في صدقه ولا نشك في إخلاصه وفي تفانيه، لكن حرصه على الوصول إلى الهدف على أن لا نبقى بعد 17 سنة آخرين و20 سنة و100 سنة وإحنا نردد في الوطن المسلوب والواحد المسلوب والوطن المسلوب، حنبقى مئات السنين إذا اقتصرنا على العاطفة فقط. هذا الشيء اللي ننبهكم إليه، ويلزم يخرج من العرب الرجال اللي عندهم الشجاعة الكافية لمصارحة الشعب ومواصلة الكفاح بجميع منعرجاته وأطواره ومراحله وحيله وكره وفره، حتى نضمن حتى إلى مش لنا احنا، للأجيال اللي بعدنا او اللي بعد اللي بعدنا، النصر المحقق والنصر الكامل في استرجاع الحق المسلوب.